رجعنا حضراتكم مرة تانية وبنبتدي معاكم ملوك التحليل في الاثنين العظيم مع نجومنا اللي مشرفنا ومنورنا كابتن تامر بدوي. يا كابتن تامر اهلا وسهلا بيك. اهلا 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 جمع اهلا اهلا جمع كنت اقول لك مساء الخير وبعدين خلاص صباح الخير بقى مساء طيب يعني اخبارك يا تيمو؟ الحمد لله كله حلو كله بخير. وصديقي العزيز المتألق دائما كابتن زيزو زكعز. يا مساء الفل اخبارك يا صديقي؟ كله تمام كله الحمد لله الحمد لله يا رب دايما. طيب نبتدي من الاهلي والهلال لان احنا كان اخذ معانا صولات وجولات ما قبل اللقاء. من وجهه نظرك شفت الديني عنوان يعني للمباراه اللي عجبني؟ طبعا ما ينفعش افوت لقطه الجمهور بصراحه. الاستاد كان شكله يفرح من 2019 ما شفناش المنظر ده ساعه الامم الافريقيه. ايوه. الحاجة التانية اللي عجبتني فنية طبعا مبروك للأهلي التأهل وهارد لك للهلال السوداني الأشقاء السودانيين. النقطة شفت بيدلعوك ازاي؟ تكلم عن الجمهور جيب لك الجمهور على طول. ماشي يا عم سعيد. فنيات بقى هيما شفت في إيجابيات كتيرة جدا هجومية لكن في سلبيات كتيرة جدا دفاعية. ومش عاوز إن الأهلي يحافظ على شباكه نظيف نظيفة يعني تخلينا نقول إن الأهلي عمل جيم دفاعي عالي. لا الأهلي عنده اخطاء دفاعيه كتيره في الفتره الاخيره. الاهلي اضعف خط دفاع في الفرقه اللي تاهلت لدور الثمانيه فلازم وقفه ولازم يعيد حساباته. ابرز حاجه سلبيه ظهرت هي توسيع مساحه اللعب. بحترم قوي واقعيتك في التحليل بعيدا عن النتيجه. الواقعيه مهمه عشان الناس تبقى لمسه الارض يعني. دي نقطه مهمه هي ما لازم نقف عندها وهجيب لك كذا صوره تعبر قد ايه لعيبه الاهلي الثلاث خطوط بتوعها بعاد جدا عن بعض وده اللي خلى في مساحات كبيره لعيبه الهلال انها تقدر تستلم وتلعب كوره وتشكل اكتر من خضوره في حاله سرحان من بعض اللعيبه وبالتحديد محمد هاني في حته موضوع تغطيه التسلل. في الايجابيات بقى حدث ولا حرج في النواحي الهجوميه في ايجابيات كتيره جدا. الراجل عجبني جدا ان هو كان مجهز نفسه ان هو عارف ان الهلال هيلعب قافل على علي معلول. الخطوره كلها جايه من الطرف اليمين ومن العمق. الجول بتاع كهربا حتى اللي هو على طريقه زلاتان ابراهيموفيتش الاستلامه الرائعه اللي عملها قبل ما يحط الجول الاول. اللعبه دي اتكررت حتى اللعبه دي اتكررت وكل ده هيجي في الحالات بعد كلمه زيزو ان شاء الله. اتفضل يا زيزو. طبعا كل شاف مستوى الاهلي قياسا بالهلال فالكل يبقى دلوقتي مدرك ان الاهلي لما كان هيودع البطوله لولا ضربه الجزاء بتاعت اطهر الطاهر ما كانش هيودع البطوله بسبب قوه الهلال. صح؟ كان هيودع البطوله بسبب مشاكل الاهلي. فيبقى فاهم ان الدور الجاي مش مقبول فيه يحصل المشاكل بتاعت الاهلي، بمعنى ان انت مش ترتيبك كان هيبقى الثالث في قوتك في المجموعه. لا، ده انت ترتيبك الاول او الثاني عادي جدا مع سان داونز، بس انت اللي غلطت كتير. فالغلطات بتاعتك لازم ما تتكررش، فعشان الغلطات ما تتكررش لازم نفهمها. فالغلطات دي زي ما تامر كان بيتكلم كده فيها جزء كبير هو من هويه اللعب بتاعه مارسيل كولر دلوقتي، فدي اكتر حاجه بقت لازم تتعالج. فالاهلي لازم يدرس رحلته بتاعه مرحله المجموعات، ياخد باله ازاي ما لعبش كويس خارج الارض، ياخد باله ازاي ماتش الهلال السوداني ضاع منه وما عملش ولا فرصه، ياخد باله ازاي في ماتش سان داونز المباراه كانت رايحه يعني راحت لسكور كبير وكانت ممكن تروح لسكور اكبر من كده، لان الثلاث نقط دول هم الحاجه اللي تخلي الاهلي قادر عادي جدا ان هو يكسب البطوله وعادي جدا يطلع من الدور الجاي. فعلى قد ما الفرحه حلوه والفوز كان مهم، بس انت لما تشوف حقيقه الهلال السوداني وقوته تعرف كويس قوي ان المشكله كانت عندك. الاهلي مشكلته ما كانتش في الهلال، الاهلي مشكلته كانت عند الاهلي. فالاهلي لما بيقيس نفسه يقيس نفسه على مستواه هو شخصيا في مرحله المجموعات، ما يقيسش نفسه خالص على قوه المجموعه. طيب ده كلام مبشر ان احنا يكون عندنا تحليل واقعي ومنطقي وغير مرتبط بالنتيجه طبعا، وده يدي لك برضو جرس مهم لان خلاص انت خلاص اوريدي كسبت. انت في المرحله اللي جايه، وفي المرحله اللي جايه يوم الاربعاء هيتحدد ما اعرفش بقى الاهلي وهيبقى مين اللي هيقابله، مش عارف حد حاسس ان الاهلي هيقع في نصيب الوداد، ما اعرفش هو يا الرجاء يا الوداد يا الترجي. ما ينفعش حاسسها ترجي مش عارف وداد. وانا بقول لك الوداد. طيب فعلى كل يعني وجب انه نوضح كل الحاجات الفنيه دي. هاخد فاصل وبعد الفاصل نخش على طول في التحليل الفني. يلا بينا. اتفضل يا تامر بيه. علشان تقول فرقه بتشتغل على حاجه لازم الحاجه دي
قبل ما تحكم عليها تكون اتكررت قدامك مره او اتنين او تلاته صح، عشان تقدر تقول الاهلي كان بيشتغل صح. على حاجه زي كده. الاهلي اللي عجبني ان هو كان عنده اكتر من حاجه بيشتغل عليها. في حاجه غريبه جدا لغايه دلوقتي مش قادر افهمها، ايه السر في ان مارسيل كولر اشتغل عليها ومع ذلك جت جول؟ يعني فرص ان انت تجيب جول من حاجه زي كده صعبه جدا، ان انت تعمل تشيب لكهربا وسط السنتر باكين كوره صعبه جدا. نجحت في المره الثالثه لكن اتكررت قبل الجول في لو بداوا يعرضوا صور الملف بتاع الجول الاول. الكره اوت لمحمد هاني، مروان رقم 13 رايح يستلم داس عليها. الصوره اللي بعديها يلا يا شباب، داس عليها وعمل تشيب لمين؟ لكهربا في ظهر المدافعين. كهربا رايح بين السنتر باكين لولا ان حارس المرمى المتالق بعتبره مشروع حارس يعني 19 سنه يعني كان عندهم مشكله في انه دايما عندهم مسافات بين الخطوط بالتحديد ضيوف السنتر باك السنغالي اللي بيميل ناحيه الشمال عنده مشاكل في التعامل مع الكرات العاليه شويه. دي كانت اول واحده هيمة في الدقائق الاولى. تاني واحده كانت في الدقيقه 8 الهلال جاب الكوره، احمد عبد القادر كان واقع على الارض قام في الصوره اللي بعديها ورجع عامل واجب دفاعي وزق الكوره من قدام لعيب الهلال بسن الجزمه ورجعها لمين؟ لمروان. بص كهربا بدا يطلب الكوره من مروان وهو بيدوس عليها اللي بعديها تشيب، مع ان لو ارجع اللي فاتت يا شباب ممكن عادي جدا قفشه هو كمان بيطلب الكوره على الارض وقفشه يروح لتاو او قفشه ممكن يعمل دريبل ويشوت صح؟ الا ان ارجع يا شباب لحظه، الا ان هو قرر وسط يعتبر قدامه مثلث ازرق قرر ان هو يعملها تشابل في ظهر المدافعين لكهربا اهي اخت الجول بالظبط ضيوف السنتر باك جاي يشتت قام حطها في ظهر كهربا خدمت كهربا وقفت تحت رجله قام كهربا شايط جامد جنب القايم اليمين. ادي تاني واحده في الدقيقه 8. تالت واحده كوره الجول. الاهلي بيحضر من محمد عبد المنعم لمعلول، معلول عبد القادر جاله على الخط قرب منه مروان حط ريح تاني لعبد القادر لكهربا. عبد القادر عملها لكهربا لفوق، كهربا استلم الاستلام الرائع بتاعه نزلت زي ما انت شايف الاستلام ووقف عليها ثانيه كده لغايه لما يشوف الجول هيعمل ايه وحطها ببطن رجله عشان يجيب الجول. تصل دي كان بيشتغل عليها كولر من البدايه لحد ما سجل منها الربط بتاع السنتر باكين وباستمرار دايما الكره تتلعب في عند الراجل ضيوف السنتر باك السنغالي اللي بيميل ناحيه الشمال في دفاع الهلال السوداني. زيزو اتفضل. انا ممكن ابتدي بس بكهربا بالجول اللي جابه. ناس كتير قوي بتسال نعمل ايه مع كهربا، الاهلي يدفع الغرامه ما يدفعش الغرامه؟ الخوف كله بالنسبه للاهلي اكيد انك تدفع الغرامه للعيب وانت اصلا المشكله على كهربا، فبالتالي انت الطريقه لدفع الغرامه الوحيده هي عقد جديد لكهربا، عقد جديد جواه الفلوس بتاعه الغرامه. بس في الحقيقه بقى هو العالم حل المشكله دي، اعتقد ان دي حل مناسب جدا لكهربا واعتقد ان هو ضروري ان هو يتعمل كده. اديله الفلوس بس على هيئه بنود. بنود مرتبطه في النهايه ب جبت 5 تجوان تاخد كذا، جبت 10 تجوان تاخد كذا، جبت 15 جول تاخد كذا، عملت كذا اسيست، جبت كام بطوله، لعبت كام ماتش دولي، لان دي الطريقه اللي تضمن بيها كمان استمرارية الكهرباء. الناس كلها خايفة من ايه؟ ادفع له النهاردة تاني يوم ما لقيش كهرباء اللي كان منور الدنيا، لان لو ببساطة شلت كهرباء وحطيت اسم محمد شريف على سبيل المثال دلوقتي مش هتدفع له الغرامة صح؟ صح. برغم انك لو كان من سنتين وكانت المشكلة عند شريف كنت دفعتها لانه 30 مليون. حسين الشحات النهاردة عقده بيخلص جايب اعلى فورمة ليه، بقى له 4 سنين مستواه متذبذب، النهارده جايب اعلى فورمه دي، لو حسين الشحات انت جددت له وبعدين قعد 4 سنين متذبذب. فالطريقه المنطقيه في الامور انك تدفع الفلوس للعيبه بناء على اللي هيحققوه. المشكله كانت في مصر في ايه؟ ان الانديه خايفه تعمل كده عشان اللعيبه بتقول لك باشا انت لو مش هتديني فلوس دلوقتي هروح امضي للنادي اللي جنبي. بس بما انك شايف ان مستويات اللعيبه كلها متقارب صحيح، فده معناها انك لا، انت لازم تبتدي يبقى ليك اليد العليا في القرار بالطريقه دي، لان بصراحه كهربا لما تبص على الصوره كهربا مفيش حد بيساعده. يعني كهربا في الهجمه دي هو مرقص، خلقها من العدم. عشان كده بقول لك غريب ان هو يشتغل على حاجه زي دي. ودي كواليتي لا يستاهل جدا انك تدفع له الفلوس. بس لو دفعت له الفلوس وانت مش فاكر ان كهربا كان كده مع الزمالك وبعدين نزل، وكان كده مع اتحاد جده وبعدين نزل، وبعد كده كان نازل مع الاهلي ودلوقتي في الطالع، فانت لازم عشان تضمن ان يفضل في الطالع انك تبقى حاطط له بص حوافز دافع. برافو. بس ده مهم جدا. الحالات بقى الحالات يلا بعد الفاصل. ماشي.
اتفضل يا زيزو. طيب طبعا الازمه بين مارسيل كولر واحمد عبد القادر الناس كلها كالعاده وقفت في صف المدير الفني وده حقه تماما. الفكره بس ان انا اللي ضايق كان من احمد عبد القادر ان الازمه كانت بدات في ارض الملعب. يعني الازمه بينهم يعني احمد عبد القادر في الاصل هو كان لازم يتعاقب حتى لو ما كانتش اللقطه دي ظهرت لان احمد عبد القادر تصرفه ما كانش احسن حاجه حتى داخل ارض الملعب. يعني يمكن هو انفعل في ارض الملعب لان كان بيلعب في ناحيه مارسيل كولر فكان دايما صوت مارسيل كولر في ودنه. فلما هنا كان استلم الكوره كان علي معلول بيقطع قدامه ومجدي قفشه بيطلب الكوره واتقطعت فكان مارسيل كولر بيشاور له بيقول له العب لعلي معلول مظبوط. فهو طول الوقت بقى كان في ودنه. هنا احمد عبد القادر كان في رجليه الكوره قرر يرقص بدل ما يباصي لمجدي قفشه. انا بقى مش عارف عبد القادر هل احنا بنلعب ويننج 11 اللي هي اليابانيه ما انا هخرم اللعيبه ويعدي. ما انا هشرح لك بقى كمان حاجه مهمه انت عارف احمد عبد القادر تسبب في ان بيراميدز الهلال اخذ الكوره كام مره من الاهلي في هجمه بالظبط كده 8 مرات الكوره في رجلك راحت للهلال. يعني مش مجرد انت بترقص فالكوره بتطلع اوت لا تعال نكمل. حصل ان الكوره اتقطعت فمارسيل كولر ابتدى يزعق له وبص بيشاور له بيقول له فكر شغل عقلك. فكانت النتيجه ان احمد عبد القادر قال له ايه بقى زيزو. قال له اهدى. فاحمد عبد القادر لما بيقول لمارسيل كولر اهدى شويه دي كانت مش هتنفع خالص. فانا كان بالنسبه لي هنا هو بصراحه مارسيل كولر صبر. يعني انا ده لو جوزيه مورينيو كان طلعه من الملعب في ثانيتها. جوزيه مورينيو ايه لو جوزيه من غير مورينيو بالظبط مانويل جوزيه من غير مورينيو كان جاب وقعده جنبه. فدي كانت ازمه كبيره من وجهه نظري. طيب تعالى ناخد الفكره من ناحيتين. الناحيه الاولانيه بسرعه هو علاقه احمد عبد القادر باللعيبه ايه والحاجه الثانيه كم مره فقد الكوره وراحت للهلال. ماشي. اجري بقى بسرعه جدا بالحالات لان انت لما بتخسر الكوره انت بتخسر الكوره في وسط الملعب بتخسر الكوره فبتخرج فريقك من هجمه والهلال بيستردها مره ثانيه. المنطق بيقول ان انا استخدم مهارتي لما احس ان انا هقدر اعدي صح واخلق حاله لفرقتي وفي نفس الوقت لو اتقطعت مش هتبقى خطره. دي الكره اللي زعلوا فيها الكره دي زعلوا فيها بس انت دي. متخيل الكره دي زعلوا فيها اتنين كله. تلاتة من اللعيبه صح واحد اتنين تلاتة ضربوا من اللعيبه يعني وطول الوقت بقى القصه هنا بالظبط زي ما اتفقنا كده كان رقم كبير جدا من المرات الهلال استعاد فيه الكوره. طيب مجدي قفشه علاقته باللعيبه تخيل لما بتعمل كده بيحصل ايه. حلو تعالى نبص سوا كده على علاقته باللعيبه. احمد عبد القادر هنا قرر ان هو يرقص فمجدي قفشه قام مصوت له يجري بالصور بقى شويه نطط فاهم. طيب بص بقى التاثير بتاع الموضوع ده. الكره في رجل احمد عبد القادر التلاته قرروا ما يجروش لان هما بالنسبه لهم بقوا عارفين هيرقص خلاص بالظبط كده. فانت متخيل كميه المشاكل اللي حصلت بس لمجرد ان اللعيب قرر ان هو يشغل يعتمد على نفسه بس بالظبط كده. فالموضوع اكبر بكتير من ان مجرد لعيب استعراضي لان في ناس صورت الموضوع انه يا جماعه ما هو لعيب حريف وهي ولما بيرقص ما انتوا بتسقفوا له. ايوه بس يرقص امتى صحيح. ويبقى مفيد للفريق امتى ومضر للفريق امتى. ده كلام عظيم. اتفضل يا تيمو. ايه ده كلام عظيم. لا غير فصل انا قلت ده كلام عظيم. انت عندك يعني برضو جزء مهم على الناحيه الدفاعيه في النادي الاهلي وده بمثابه تحذير لما هو قادم بالنسبه للاهلي. اتفضل يا تيمو. طيب ندخل يبقى ندخل في الحاله الدفاعيه. يلا زي ما قلت لك هيما الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا في الحاله الدفاعيه. في الفتره الاخيره الاهلي بدا يوسع مساحه اللعب اللي بيلعب فيها في وهو في الحاله الدفاعيه. يعني مثلا تيم الهلال هنا بيمتلك الكره وبيحضر. بص كهربا يعتبر جوه ال 18 أيوه. بص لا هرجع يا شباب معلش بسرعه. الشيب بتاع الاهلي في الحاله الدفاعيه 4 2 3 1 زي ما انت شايف كهربا رايح والثلاثة تحتيه وبعد كده 2 من نص الملعب. بص مروان فين. الراجل عمل تمريره ضرب بيها كهربا والتلاته اللي بيلعبوا تحت كهربا عبد القادر وقفشه اللي بيعمل بايده حد يقرب من الراجل وتاو اللي في الطرف اليمين بقى الاثنين اللي في نص الملعب عمرو السوليه ومروان. يعني بتمريره واحده من هناك من عند الراجل ضربت اربع لعيبه مره واحده من النادي الاهلي. ليه؟ نظرا ان انت بعيد من نص الملعب. مروان هنا كان لازم يقرب يكون في الحته الغامقه من النجيل علشان يسترجع الكوره بسرعه خاصه ان انا عاوز اكسب لازم اجيب الكوره في اسرع وقت ممكن من الهلال السوداني. طيب رحت متاخر يا مروان حط للباك ليفت اللي طلع من تاو والراجل اتحرك في ظهرك وبدا يطلب الكوره
امشي بالصوره اللي بعديها ما لعبهاش لك، اللعبها طويله حتى لما لعبها طويله. هرجع يا شباب للكره اللي فاتت لان ده موقف في منتهى الخطوره حالا. حتى لما تلعب الطويله الكره دي لو اتريحت للراجل اللي جوه الدايره من الهلال الموقف ده خطر جدا يا ابراهيم، لان لو عديت هتلاقي اربعه ازرق على اربعه صح الخط صح الخلفي بتوع النادي الاهلي. فاذا انت راجع لورا كل ده ليه؟ لعيبه النادي الاهلي لازم تكون عند نهايه الدايره، لازم صح تقرب. ليه موسع مساحه اللعب؟ ومساحه اللعب دي لما بتوسع بتدي فرصه للفريق يلعب بين الخطوط، انه يلعب ما بين الخطوط، انه يستلم الكوره، انه يبدا السرعات تبان، ان المهارات تبان. حتى لو المهارات على القد زي ما بنقول الاستلامه لو طلعت لو طولت يقدر يجيبها. أيوة يعني ده لو الوداد، لو ده الترجي بالظبط الوضع مختلف بالظبط. طيب عشان كده بنتكلم على الموضوع ده. هستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل كلام. يلا بينا. والله يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه. تامر وعز مجهزين شغل كتير جدا جدا، بس ضيق الوقت يعني غصب عننا يعني. فنخش على الزمالك. عايزين يلا. طبعا مبدئيا المدرب اللي 90% هو اللي هيكون موجود. انا يعني قررت انطق اسمه عادي زي ما مكتوب هايكو هيرليتش. قال لك لا ما ايه ده ما اسمهوش كده؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه يا عم؟ اسمه عادي والله. بقى بلدياتك ده الماني ها. فاحنا بقى جينا وقلنا هايكو لازم هيرلس. ها؟ هايكو هيرلس. اوكي. ما تقولش الت. ما نقولش يعني ما تقولش التي. هايكو هيرلتش. والله؟ والله. هايكو هيرش. هيرلش؟ هيرلش؟ لا هتضيع الوقت كمان. هيرلش هيرلش. كمل حلقتك. قول بقى هايكو هيرلس. طب عرفنا بقى. عرفنا انا هايكو كلاعب. هو خلاص رسمي؟ يعني بنسبة كبيرة يعني مش رسمي. مفيش حاجة رسمي في الزمالك تقدر تقولها. عاوز تعرف ايه قول لي. الراجل طبعا يعني كان مهاجم في بروسيا دورتموند كلاعب كوره، كان لعيب كوره جامد طبعا، مدرب كويس، بطل طبعا. الاول احكي لك بس عنده قصه كده لازم تتحكي. ده الواقعه بتاعت اوليفر كان لما حاول يعضه في ودنه او دقنه والعضه ما لبستش. يعني كان متوحش اوليفر كان ده، مش مش بني ادم. هايكو هيرلش هو بعد الموسم ده على طول جاله اصلا العضه دي. انا مش فاهم. لا ده ليها قصه طويله. جماهير دورتموند يوميها رمت 17 كيلو موزه على اوليفر كان. فراح ياكل هايكو هيرليتش. هم كانوا بيعملوا له، هم كانوا مسمينه في جماهير دورتموند مسميه مانكي مان. ايوه بالظبط. فكانوا بيرموا له الموز يعني. فهو كان بيتعصب. المهم بعد الموسم ده على طول جاله كانسر في المخ. واتعمل له قصه بطوليه يعني، كافح الموت وكافح المرض. وكان على يعني هو عنده انترفيو بيقول ان انا كنت خلاص الدكاتره بتقول لي حاجه ما يقوس منها، وكان هيموت اصلا. وصمم ان هو يرجع يلعب كوره تاني، ورجع لعب كوره تاني. والغريب ان جماهير، انت عارف دورتموند وشالكه ديربي الرور بيكرهوا بعض. اللعيب الوحيد اللي في تاريخ دورتموند اللي جماهير شالكه سقفته لما رجع ولعب قدام. لكن هو كمدرب لكن ما جابش ولا بطوله. ما عملش حاجه. ملهاش علاقه. وعنده 51 سنه. ملهاش علاقه يعني. وثانيا هو كان شغله في قطاع الناشئين كويس، فدي حاجه اعتقد ان هي لايقه على الوضع بتاع الزمالك. مسك 17 سنه في باير، مسك سبع منتخب المانيا 17 سنه، طلع 3 4 لعيبه جامدين في اللي طلع توني كروس من منتخب المانيا، طلع ده حبيبي ده كده. شفت حبيته ده خلاص. يعني بالنسبه لك تشوف ان ده مدرب كويس. عاوز تعرف مدرسته. طب سريع. طب انا بقول للعيبه الزمالك كله كويس. ناموا بدري قوي. عشان الراجل ده ما بيرحمش بدني. تمريناته البدنيه عنيفه جدا. لما كان ماسك اوجسبورج لعيبه اوجسبورج كلها كانت بلغه الكوره كده بتصوت منه. كان بيقول لك بيطلب منهم معدلات جري تعدي ال 14 كيلو في ال 90 دقيقه. يا لهوي. تشاوميني عملها في نهائي دوري ابطال اوروبا ونهائي كاس العالم وسقفت له. عنيف جدا في المدرسه البدنيه. جدا في المدرسه البدنيه. طبعا هو تيبيكال بيعتنق المدرسه الالمانيه في التدريب، الكره المباشره، تمرير اللي قدام على طول، العنف على المرمى، مش العنف يعني الضرب قصدي. أيوة. الشراسه على المرمى على طول باستمرار. ما بياخدش وقت طويل يعني. ما بياخدش وقت طويل ولا في التحضير ولا في الاستحواذ، يعني باقل عدد كرات ممكن توصل بيها للمرمى المنافس. بيشتغل على الموضوع ده، بيشتغل على الاطراف طبعا كتير جدا. راجل ميوله هجوميه. مخيلتك، وده اخر سؤال عشان اخد كلمه برضو من زيزو، مين اللعيب اللي هتالق معاه؟ زيزو.
لا زيزو انت. ايوه زيزو. أنا لو زيزو لو زيزو هو اديني بقى كان فعلا عايز يشتغل بدني، لان زيزو بتاع الزمالك برضو زيزو لاعب الزمالك بقاله فتره بيتصرف بشكل هجومي اكتر من الالتزام الدفاعي. فهيبقى توظيفه ايه في الحسبه بتاعه المدير الفني الجديد ان صحت التقارير ان هو هيكون هو المدرب؟ زيزو بشكرك طبعا، شكرا جزيلا نصر. شكرا لك يا فندم المتالق كابتن تامر، بشكرك شكرا جزيلا للصديق العزيز المتألق. شكرا هيما كالعادة، وحسيب حضراتكم مع تقرير عن دورة المتحدة لكرة القدم. صراع رمضاني قوي جدا جدا في مركز شباب الجزيرة. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي. سلام عليكم. نجم الماتش ومحرز هدف اللقاء الوحيد كابتن احمد وجيه، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. رمضان كريم قوي بالكره اللي انت علقتها دي. الله اكرم، صوتي راح من الزعيق. الحمد لله الحمد لله. كلمني عن البطوله وشايف البطوله ازاي والماتش، وهريته كابتن هشام حنفي ضرب. هريته ضرب كابتن هشام لعيب كبير ولازم يتضرب. سيب يجي لي جوان. الماتش الحمد لله كان حلو وحكايات حلوه، والمتحده طبعا شركتنا هي دايما بتعمل لنا الحاجه الكويسه. والله يعني الماتش من اوله حماسي جدا جدا عشان كنت موجود في الملعب. فرقتين كويسين مفيش شك، بس في بيبقى يعني لعب بعنف شويه. يعني النهارده كان لعب عنف شويه، كان الحكم لازم يديني لصالحي يعني كارت احمر لحارس المرمى. دخل فيها دخله عمر والله جامده جدا جدا. انا عامل عمليه في راسي جامده يعني، فوقعت عليها. عارف حسيت للحظه ان انا فقدت الوعي تاني، يعني لان انا عامل فيها حوالي 15 غرزه وكان جالي ارتجاج في المخ، ويمكن غبت عن الوعي 3 شهور. فدي كانت صعبه وانا بلعب زمان يعني. فوقعت النهارده اللحظه يا عمر بجد يعني صعبه جدا جدا، لكن الحمد لله في الاخر قمت وكملت اخر دقيقتين. ويوم حلو بصراحه يا عمر، انا مبسوط قوي، بس زعلان ان انا خسرت النهارده، زعلان جدا جدا يعني. ماتش حلو، موفقين من ربنا الحمد لله. وانا من قبل من اول ما صحيت من النوم انا متفائل يعني الحمد لله، ما اقدرش اقول حاجه غير الحمد لله. واضح ان انتوا بتلعبوا مع بعض كتير. مش قوي بصراحه، بس مش قوي. بس كان باين النهارده في الملعب اللعيبه كلها رابطه مع بعض جامد. اللعيبه رابطه، وغير كده الملعب كنز يعني صغير وسته كتير عليه، ففي زحمه في الملعب، فده احنا مش متعودين عليها. فالحمد لله طبعا ان احنا قدرنا ان احنا نتعادل، وقدرنا ان احنا نوصل بالانتهاءات، وقدرنا ان احنا نكسب. اجواء رائعه، لعب حلو جدا جدا، وحماس بين الفريقين. مفيش لعب غشيم او اي حاجه، اللعب كله بروح رياضيه ولعب حلو واستمتاع حلو صراحه باجواء الرمضانيه دي الحمد لله. انت طالع الشوط الاولاني خسران 2-0، بتنزل اول دقيقتين بتجيب جونين، قلتوا لبعض ايه بين الشوطين؟ بص احنا بين الشوطين قلنا احنا ننسى اللي فات خالص، نبدا من اول جديد، نبدا كاننا لسه نازلين 0-0. بدانا الحمد لله من اول دقيقه خطفنا جون، مسكنا نفسنا اكتر واكتر، هوب رحنا جايبين الثاني. فالحمد لله ده كرم كبير قوي من ربنا وتوفيق من ربنا، واللعيبه كلها رجاله الصراحه الحمد لله، ويستحقوا الصراحه المكسب النهارده كله. الحمد لله احنا عملنا اداء كويس، والفرقه اللي قدامنا كانت فرقه محترمه وكويسه الحمد لله، والدوره دوره مشرفه وجميله والله الحمد لله. استعدينا كويس للماتش وعملنا اللي علينا وتوفيق من عند ربنا الحمد لله. ضربات جزاء دي توفيق، والحمد لله عملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله.